الحل السياسي التائه بين عواصم العالم يبحث عنه اليوم عقيل والمشري في القاهرة وخصمهما في ذلك الدبيبة في طرابلس الذي ظهر منددا بما وصفه بالصفقات المشبوهة الحوار الوطني هو البديل هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار هنا وهناك من وراء الكواليس لا تبدو الخطوات المتعثرة نحو الدستور مرضية لحكومة الوحدة فلدت بيبا معضلة وحيدة أمام الانتخابات وهي قوانين تنظيمها معتبرا الانشغال بأي مسائل أخرى أمرا يحيد البلاد عن هذا الاستحقاق إنما عاق العملية الانتخابية في ديسمبر الماضي هو قانون الانتخابات المعيب، وأن ما يعطلها اليوم هو نفسه قانون الانتخابات لا نريد الذهاب بعيدا هنا وهناك يقدم دبي باعتراضاته عما يجري بين المشر وعقيلة طارحا أوراقه ورؤيته للحل التي اعتبرها تكمن في حوار يضم الجميع دون استثناء مبديا استعداده للتواصل مع الأطراف كافة قبل ساعات كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد توقع انفراجا قريبا للأزمة من القاهرة ظانا ان الحل كامن في طرح مشروع الدستور المعدل للاستفتاء العام لاعتماده دستورا دائما للبلاد ولا يدرى ان كان صالح مستمرا في اعتقاده بشرعيه الحكومه المكلفه برئاسه فتح باشا غاب، اما رئيس المجلس الاعلى للدوله خالد المشري فمواقفه المعلن عنها والخفي منها تدفع صوب اعتماد قاعده دستوريه مؤقته. تشكل عقب اعتمادها حكومة جديدة بديلة عن حكومتي دبيبة وبشاغة أما الرؤية الأممية فتبدو أبعد مما تراه الأطراف في الداخل عقد المبعوث عبد الله بتيري اجتماعات مع مسؤولين من تركيا وقطر والإمارات ومصر كانت الانتخابات الحاضرة الأبرز على طاولة اجتماعاته الانتخابات التي صارت حلما منذ عام 2014 لا تبدو الطريق اليوم إليها ممهدة وسهلة ففي قلبها تكمن الخلافات السياسيه التي جعلت البلاد بحكومتين ولا يدرى اي اتفاق سياسي سيجمع الجميع ليمحو ما مضى ويخط صفحه مرحله جديده يامل الليبيون الا اللي تكون انتقاليه هي الاخرى